السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونشكره تعالى حمداً يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الحسنات والهفوات، من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نوراً ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. أما بعد، أيها الحضور الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أقف أمامكم في هذه اللحظة الرائعة التي احتفل فيها معكم أنا وزملاء الخريجين، ومعنا يحضر أهلنا وأصدقاؤنا، لحظة يبتسم فيها القريب والصديق وكأنهم هم المتخرجون لا نحن. يحضر معنا اليوم الذين ساهموا بوقتهم ومالهم كي نصل إلى هذه اللحظة الفارقة بين حياتين، حياة الدراسة وحياة العمل. فإلى كل الآباء والأمهات تحية عظيمة كبيرة بملء الكون، بملء قلوبنا من حب، بملء عقولنا من تفكير في مستقبل مشرق نتطلع إليه. نهدي لكم كل تحيات الإعزاز والإجلال والإكرام في الحفلات والمناسبات. تقدم الولائم والوجبات ويبدأ المدح والانتقاد، نلهى بما قدم وننسى الذي قدم، ننسى من بذل القالي والنفيس. لا يفعل ذلك بعد ربنا سبحانه إلا هما الأب والأم. فيا أبي أنت قدوتي وصديقي ومعلمي، وجهتني وأعنتني، وفرت لي ما أريد قبل أن أطلب. تتعب وتشقى دون أن أعلم، تصارع مرارة الحياة وضغط العمل من أجل أن تراني هنا. أنت هنا أنا، ولكن في الحقيقة من يقف هنا هو أنت، وأنا من يجلس مكانك. أنت من تلقي الكلمة وأنا من أستمع. أنت الأساس وما أنا إلا جزء منك. قسوت علي من أجلي، صفعتني صفعة حب وتأديب، فلا أحد يريدني أن أكون أفضل منه إلا أنت. منك أنا وأكون بك، فلا يقال اسمي إلا مقرونا بك. أمي يا من بك يطيب الحال، أمي يا من كنت لجراحي بلسما. أمي وأمي ثم أمي، مضيت في حياتي وازدادت الأرقام في عمري، ولا زلت في عينها ذلك الطفل الصغير. كل ما أنا عليه وكل ما أريد أن أكون مدين به لك يا أمي. السعادة الحضور، هذا اليوم البهيج أود أن أقدم شكري وخالص مودتي لكل طاقم التدريس، الدكاترة والمعلمين الذين ساهموا بقدر كبير في أن نصل إلى هذه اللحظة المليئة بالفخر، والتي يحدونا فيها الأمل بمستقبل مشرق. فما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. إخواني الأعزاء، زملاء الخريجين، بالأمس كنا نزرع القراص واليوم نجني الثمر. كونوا كما أردتم لأنفسكم أولا، ثم كونوا كما يأمل معلموكم منكم. أيها الأهالي، نحن أبناؤكم نقف هنا بسببكم. أنتم لم تكونوا المحرك الذي قاد القارب، بل أنتم البحر الذي حمله. ساعدتمونا كثيرا، انتشلتمونا من ألمنا بعلم أو دون علم. كنتم مصدر الفرح،
وقبل أن أودعكم لنلتقي غدا في معتركات الحياة، أتقدم بالشكر والعرفان للجهات الخيرية بتهامة قحطان وربوعة آل تليد، عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق النجاح في هذا الحفل. سأعود لشكركم من جديد، فشكراً أيها الأب، وشكراً أيتها الأم، شكراً للأخ والأخت والقريب والصديق، شكراً للمعالي والمدير، شكراً للمعلمين، شكراً لجامعتي. أطال الله في أعماركم وأعز الله حكومتنا الرشيدة وحفظ ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.